طبيعي جوي جميل تفاني أنا حد غير كل شيء أصير كل هبالي أنا جميل تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حجي قادري يعني إيه اللمة ولا بمهتمة مجموعة لو حبيت تلقي كل شيء المعنى والكلمة الفكرة والبسمة عشان أهلك ويت حمود يلا حمود ما تبي تتكلم؟ مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يعطيك العافية. شو اخبارك؟ احنا طلعنا هوا؟ ايه. مساكم الله بالخير يا جماعة. ايه. هلا هلا والله. شو اخباركم؟ أنا بدور. أنت صورتك طالعة وأنا اللي قاعد أسولف عرفت؟ أوكي شباب وبنات مساكم الله بالخير. اليوم آخر يوم بهالأسبوع بإذن الله. راح نستانس وياكم بموضوع كذي نقدر نضحك فيه ونتغشمر فيه ونقدر ناخذه كموضوع جد اوكي. فاليوم خميس وميمي كذي جابت لنا موضوع حلو كذي على قدنا. ها خميسي موضوع خميسي اقول الموضوع ولا انت تبين تقولينا عادي قول. اوكي موضوعنا اليوم الشباب اللي قاعدين يدرسون تخصصات معينه شنو اللي راح يصير فيهم بعد التخرج؟ ليش في ناس لما يتخرجون ما يتوظفون باماكن اختصاصهم؟ ليش في ناس لما يتخرجون يطلبون انهم ما يتوظفون باماكن من اختصاصهم من بهدف انه والله يبون يرتاحون يبون بس يقرون جرايد على قولة نواف ياكلون سمبوسة وفلافل اوكي. فهذيل الناس اللي راح نتكلم عنهم شنو اللي قاعد يصير؟ ليش في ناس ما قاعدين يتوظفون باختصاصهم؟ ليش في ناس قاعدين يدرسون ويتعبون وبالنهايه ورا التخرج شنو بيصير مصيرهم؟ هذا موضوعنا اليوم. شاركونا فيه بالفيسبوك وتويتر. بالفيسبوك ولا تويتر اللي راح تقوله لكم ميمي؟ قولي. مساء الخير شباب وبنات. طبعا موضوعنا اليوم احنا دائما نقول ان احنا شباب ويعني اغلب المجتمع الكويتي شباب زين. فموضوعنا يمس الشباب، يمس قضايا الشباب. من اهم قضايا الشباب اللي هي مثل ما نقدر نقول البطاله بشكل عام، بس انه شنو في ناس صدق قاعدين يتخرجون ما قاعدين يتوظفون، في ناس اللي يتوظفون مو دراستهم، في ناس اساسا ما يبون يتوظفون همهم الفلوس وبس، فهذا يؤدي الى عدم اداء الواجب في العمل او عدم الامانه في اداء الواجب. يؤدي الى اساس الديره يطيح. مشاركاتكم راح تكون على الفيسبوك والتويتر بس عند اسرار. احنا كل واحد قاعد يقط في الفيسبوك والتويتر عند احد. لا تريدها. حفظنا الاسبوعانه. هاي شباب بنات كل اللي قاعدين يتابعونا اليوم خميس. طبعا اكيد عشان تتواصلون معنا بموضوع الحلقه وتشوفون ويانا عندكم جادرينج شو على الفيسبوك، عندكم جادرينج شو على الفيسبوك وعندكم @جادرينج شو بتويتر. ابيكم تتواصلون معنا وتقولون لنا رايكم، اكيد لنا رايكم ويانا. نواف اكيد نمسي عليكم بالخير مشاهدينا متابعينا. شبيك مالك خلق نواف برنامج جادرينج. في شيء بقوله بالبدايه هدي اصلا الايباد زين. في شيء بقوله بالبدايه مجنونة نواف العيدي نوجه لها احلى تحيه ما قصرتي. شنو سالفتها؟ انا اقول لكم سالفتها. اختها مجنونه اسرار اليوم عيد ميلادها فدزت لي قبل البرنامج البدايه. ابي تدري وانا ما ادري والله. قالت لي نواف ما عليكم امر يعني اتوقع ما اعرف اسمها يعني ممكن ناسي ما بقوله. هي مجنونه اسرار زين اليوم عيد ميلادها اللي هي اخت مجنونه نواف. ميانين ان شاء الله العاده العائله كلها مجنونين فينا. زين واحنا مجنونين فيك. كل عام وانت بألف خير. يلا خلينا نغني لها. يلا 1 2 3 هابي بيرثدي تو يو تشا 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 هابي بيرثدي تو يو تشا 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 هابي بيرثدي تو مجنونة انا هابي بيرثدي تو يو تشا تشا تشا. طبعا دزي لنا قولي لنا كم صار عمرك وكل عام انت بألف ألف ألف صار عمرها اتوقع 1000 سنة. ان شاء الله عمرك يصير 1000 سنة طول ما انت مجنونة باسرار. هذا الشيء الاول قلته. الشيء الثاني اللي بقوله الهرطقة زين. انت قاعد تدوس لي على طرف على فكرة. لا الهرطقة زين منو يستخدمها؟ او الفوضى منو يستخدمها؟ الناس الميانين.
ناس الميانين اوكي انا ما بقول ميانين بس مهما كانت في مشاكل عندنا بالديره مهما كانت نوعيه المشاكل والخلافات والصراعات مستحيل مستحيل لا دين ولا عرض ولا شرف ولا دنيا يرضى يصير باللي صار امس انا ما بتكلم بالموضوع زين بس انا ملاني مع فلان ولا مع فلان انا الحين كوني شاب كويتي واقف بالنص طالعت اللي صار امس وبكيت عن اللي صار امس على اساس تشوفون شكلي وايد تعبان لاني وايد بكيت امس ليش لان الكويت دره الخليج ودانه الخليج وبلد السلام ووطن النهار نواف عادي كل شيء باهم مركز فيه قبه البرلمان امس يعني اوكي شوفوا احنا جادرينج شباب ما لنا شغل بالسياسه كلش يمكن شويه ميمي هي اللي لها حق تدخل بالسياسه بس انا بقول شيء واحد حق الكل قاعد يطلعوني بس هذا شيء وطني اي شيء وطني بس بقول شيء واحد ب 2011 اول شيء سوى لنا يا شخص صباح لاحمد الله يخلي لنا ان شاء الله نزل لنا 1000 دينار حق الكويتي سووا حق الناس اللي ما عندهم ما نزل لهم كاد طبعا غير كادر المعلمين اللي قبل كم يوم نزل والمهندسين نزلوا لهم كوادر واللي ما نزل لهم كوادر زادوا معاشاتهم 100 دينار غير ان المطلقه او الارمله بعد كم سنه ما ادري شنو ينزلها 650 وهي قاعده بالبيت غير ان البيوت اللي طبعا هذا من زمان البيوت اللي تنزل حق الارامل والمطلقات شنو يبون اكثر من كذي امباي ب 2011 شوفوا كم شيء صار لنا اللي الناس الدنيا قاعد تحسدنا ايش فيهم قاعد يشمتون الناس فينا هم هذول يعني شو يقولون الشعب يريد الشعب قاعد ببيته انتم اللي رايحين قاعدين تكسرون الشعب منصدمين قاعدين يبكون انتم شلون تحكون بلسان الشعب انتم قاعدين يعني انا مالي شغل بس انه شيء طبيعي انتم قاعدين تبوقون وقاعدين تسوون بلاوي والشعب ساكت يعني ما له خلقكم انتم تروحون تحكون بلسان الشعب انتوا شكو اسرار هي هذا صح يعني حرام ناس همج الشعب يريد والشعب يريد الشعب ما طالب بتكسير كرسي الخرافي وين ولا طالب بتكسير باب قبه منو مين ذكرين باسم عبد الله السالم إيه؟ ما طالب بهالشيء الشعب قاعد بالبيت على قولتك قاعد يطالع التلفزيون منصدم منصدم ان القنوات الثانيه قاعدين ينقلون ترى انا ما ادري انا قاعده اسمع ان طبعا الله انا قاعد اتكلم وانت قاعد تتكلمين انه نواف قاعد يتكلم وميمي شعرها وقف من الشرار اللي قاعد يطلع منه لا ميمي ميمي رحله خاصه اللي صار امس صدق انا من الساعه 9 تقريبا او 10 تقريبا من الساعه 10 كنت قاعده بالبيت وقاعده اشوف اللي قاعد يصير ومتابعه تويتر اول باول ومتابعه كل القنوات انا اساسا حاطه القنوات الكويتيه شي بسكشن بروح فكل شوي قاعد اقلب على قناه اللي صار ما يرضى فيه ولا احد مواطن يخاف على الكويت ويقول ان انا احب الكويت حب الكويت مثل ما قلت انا هو شعور وطني وهو شعور وتطبيق بنفس الوقت انا احب الكويت واروح اكسر ادوات حكوميه هذا يعني انا ما احب الكويت زين انا احب الكويت مثل ما قال نواف ازعزع الامن واخرع الناس انا ما احب الكويت احب الكويت اخلي العيايز والشياب دائما يدعون يقولون يا رب تحفظنا وامس بالليل صار اخبار والاخبار غضب من رب العالمين معناته هذا انا ما احب الكويت فلما اقول انا احب الكويت خل اكون قد كلمتي واكون صدق انا احب الكويت انا هذه مداخلتي السريعه والناس اللي عارفيني اكيد دروا انا شنو مداخلاتي بتويتر حاولت كثر ما اقدر اني امسك مريم. نفسي بس اللي صار ما يخلي اي مواطن مريم. يحب الكويت يمسك نفسه اخر شيء بقوله على الموضوع ان انا ارد واقول هذه وجهه نظرنا مهما كانت المشاكل موجوده والمشاكل موجوده وفي مستفيدين وايد بس ما احل الخطا بالخطا ايوه انا هذه وجهه نظري ان لا احد يفهمني ان نواف مع فلان ولا انا مالي شغل انا مو مع احد يعني في ناس وايد كويتي مو هذه طرق حل المشاكل بس حمود يلا الحين انا اسف انا صراحه لك. يعني يعطيكم الف عافيه زين اللي ذكرته وياكم واحد اسمه حمود الجلاد بالبرنامج يعطيكم الف عافيه مشاهدينا وبرنامج جادرينج شو طبعا ما شاء الله عليهم شوي الدمويه فيهم والاعصاب والشباب يعني حاملين وحارين على العموم انا بطلع من جو الاكسده اللي كنا احنا فيها امس وندش بجو فرفشه، خليني اقول لكم النكته السريعه هذه بالبلاك بيري عندي انا، يقول لكم ان في واحد قال حق مرته ذهبتي الحساء؟ قالت له الحساء ولا الرياض؟ ها 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 فعم الفرح والسرور في جميع انحاء البيت واشربوا شويه حساء وداها وداها الرياض حق بيتها لا خليني ادش بهالموضوع اوكي؟ خليني ادش بهالموضوع، طبعا قبل اسبوعين بالضبط مو الخميس اللي طاف الخميس اللي قبله بالضبط كان موضوعنا عن الهبات اوكي شنو هالهبات طبعا من يوم الجمعة اللي طاف بلشت هبت نكت ايام الجاهليه وقامت يعني تدش بشكل كبير بعالم التويتر وبعالم البلاك بيري وبعالم الواتساب وانا كل ما اقرا نكته من عالم الجاهليه شي يصير فيني انه ودي اكسر التليفون بس ما يضحكون
ميمي. لا هي هي شنو شوفي بقول لكم شيء. شوفوا هو ما ادري اذا حرام ولا لا، دزوا انه حرام انكم تتكلموا ان تدزون نكت عن عصر الجاهليه. انا ما ادري بس صراحه انا ما ادري بس انا صدق في اشياء ضحكني شكو يعني ليش ما دز يعني شكو. يعني شيء ضحك يعني والله قمت احفظه من كثر ما اقراه في شنو نكته. واحد قال حق واحد داش حرب او شيء كذي فقال له هل انت ماسك السلاح بيدك الايسر ولا الايمن؟ كان يقول له لا انا توشيبا. عم الفرح والسرور وراحوا حق القالم. ترى صدق ضحك يعني ضحكوا والله ضحك. اهم شيء يعني ايام قبل يقول انا يعني قاعد اقول له ليش ذيك المره عطتني ظهرها راحت المطبخ ما شاء الله توشيبا وانا قاعد احس بروحي. لا يضحك يعني صدق يعني سالفه بخصوص هذه ما تضحك بس صدق عمل فرح والسرور و اي اي هذه اللي داشين فيها ضحك. لا هذه صدق داشين في صدق يعني سالفه وايد ضحك يعني ضحك بملاحة لما ثقيل اللي ما يضحك ويقول ما يضحك يعني لازم لما ثقيل ميمي انت خليك بالسياسه هي ضحك هي ضحك بالملاقه ما ضحك انه واو إيه لا انا اللي عجبتني مالت مجلس الامه اللي قطاها على مجلس الامه هل انت فلان ولا فلان قال لهم لا انا فلان واستجوبه وناصر لمحمد هذه صدق ضحكتني لان فيها سياسه فعجبتك عم الفرح والسرور في مجلس الامه ايوه انا لحظه مريم انا ترى ضد الناس اللي يقولون حق الشيخ ناصر لمحمد ناصر لمحمد ترى هو الشيخ ناصر لمحمد يعني انا استغرب من بعض الناس اللي يقولون ناصر لمحمد انت يعني قاعد تسمع خل لا لا انا مو قصدي انا مو قصدي مهما كان ترى هذا شيخ والاسره حاكمه إيه؟ تاج فوق روسنا يعني يعني كافي لما احنا نختار هم خلوا فيها تاج فوق روسنا رئيس مجلس الوزراء يتم اختياره من قبل رئيس الدوله اللي هو الشيخ صباح الاحمد الصباح الله يحفظه فاذا انا حتى لو انا مو عاجبني شيخ ناصر المحمد احترم راي سمو الامير بس باختصار خلونا ندش بموضوعنا اليوم اللي هو والشيخ اليوم ترى ابو الحكمه ايه؟ شيخ صباح ابونا طبعا تكلم ترى عن الموضوع هذا وتكلم عطى جرين لايت حق شو اسمه الداخليه الدوله وزاره الداخليه يتصرفون لان لحظه لان هم ما يدرون بس فالحين يكسرون كراسي ما يدرون ان في نص دستور هذا طبعا ميمي انا قاعد اتعلم حركات من ميمي واشياء في دستور ما ادري كم عند ميمي الموضوع اي نص انه صحي نص اي نص يا نص اي نص اي نص انه يصير انه اذا صارت لويا بالدوله يصير ان الشيخ امير يعني الحاكم مال الدوله شيخ صباح الله يحفظه وهو يتدخل ويحل الموضوع بس هم ما يدرون هم فالحين يكسرون يقولون الشعب يريد اكيد هذا بماده تقريبا 181 او ماده شيء 90 انه يستخدم الاحكام العرفيه اللي هي الجيش يتدخل وما في مجلس الامه وهالسوالف اني خل اذكركم بموضوعنا اليوم اللي هو موضوع الوظائف والتوظيف اوكي والشريف اليوم وبعدين والموضوع هو anyway يلا anyway موضوعنا مثل ما قلنا لكم مشكله الشباب في مواجهه الحياه الوظيفيه فخلونا نطلع فاصل صغير ونرجع وياكم مع مشاورتنا شريفه ايه اول شيء مين التقرير مالت التقرير مال التقرير فيه ادري انا فهمت بس ما ادري ترى الحين اروح اسوي اعتصام الحين خلاص ردينا لكم طبعا من بعد الفاصل مثل ما انتم شايفين ما شاء الله اليوم عندنا احنا المصورين خطيرين جدا لدرجه يعني قاعد يصوروني من فوق ومن تحت ومن الارض ومن الاسفل وعم الفرح والسرور داخل الاستديو ولازم الحين احنا نرد حق موضوعنا ايش رايك ميمي بالموضوع اللي انت قلتي عنه يعني بما ان الشباب وين يروحون وين يجون وشلون يتوظفون قولي لنا انت هذا صوتها صدقي صوت منى صوت يلا صوتي اوكي انت بلش انا بلش يلا قولي يلا بلش انت متطنس على صوتي يلا يلا انا بلش ولا ايش يلا معكم خلقت بس يلا يلا خلاص مشاهدينا احنا اليوم خميس نحاول ندش عليكم باشياء فاهمه هذا 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 بلش بالحلقه تو يبلش بالحلقه لا يعني مثل ما انتم عارفين الناس اللي انضموا لنا الحين فاليوم موضوعنا ترى بصراحه هو جدي وايد وبنفس الوقت في فن وايد شوفوا انا باخذها يعني كناس اعرفهم كناس دارسين لك شبك كناس يعني دارسين وانا اعرفهم بدر طول عمرهم يتعبون على نفسهم يتعبون على شهادتهم يتعبون على مستوياتهم والتخرج مالهم لما يتخرجون يبون امتياز انزين لما تخرج ياب امتياز انا اللي نظرتي بالموضوع هو ياب امتياز وواحد جايب مقبول اثنيناتهم حاطينهم نفس المكان ممتاز اثنيناتهم نفس جريد اثنيناتهم نفس التقدير زين فهذا اللي يحس بالخاطر هذا الشيء واحد من الموضوع اللي انا بتكلم عنه عاد الشيء الثاني تتكلموا فيها بعدين ندش فيها اكثر انا اللي قاعد اشوفه مثلا من اللي درسوا معاه